عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل النهاردة البلد نوع من أنواع الكونكتيف تيشو in which the matrix is fluid. البلد معمول من blood elements and plasma. البلازما بتأكاونت 55% في الالمنتس 45%. ليه بقول elements؟ لان عندي ال RBCs كرات دم حمراء والبليتلت صفائح دموية، ودول ما فيهمش نوايات، فعشان كده بنسميها elements. السيلز هي الوحيدة، السيلز اللي هي الوايت بلاد سيلز. الصورة اللي قدامنا سكانينج الكترون مايكروسكوب لكرات الدم الحمراء. المنظر ده يا ولاد، يعني كلمة سكانينج يعني ايه؟ يعني ثلاثية الابعاد، بص عليها من بره ما دخلتش جوه. ملاحظين عاملة زي الدوناتس، البريفري بتاعها تخين والسنتر بتاعها رفيع، ودي حقيقة. هي البريفري بتاعها تخين والسنتر بتاعها بيبقى رفيع، عاملة حاجة اسمها بايكونكيف to increase the surface area. سؤال مهم في ال RBCs: How the RBCs adapted to do its function. هنا الصور لازم أقول blood film showing، لازم أقول blood film showing. RBCs ونوع الخلية اللي موجودة، ولازم نقول stained by Leishman، لازم نقول stained by Leishman. يبقى أنا عندي الصورة ده، هي blood film showing RBCs. ال RBCs البريفري غامقة والسنتر فاتح، لأن الثيكنس من بره تخين بيشيل مور هيموجلوبين عن السنتر. طيب ليه دي يا ولاد نيوتروفيل؟ واحد، الجرانيولز بتاعتنا مش واضحة دي حمرة ولا زرقاء، نيوتروفيل. اتنين، النواة بتاعتنا سيجمنتد. هنا أنا شايفة معمولة من 5 سيجمنتس كونكتد توجذر باي ثين كروماتين، ممكن السيجمنتس دهيت من 3 لـ5، عشان كده بنسميها بوليمورف نيوكليير ليكوسايد. هنا blood film showing RBCs والنيوتروفيل. هنا النيوتروفيل يا ولاد معمولة من 3 سيجمنتس. حد يسألك ليه ال RBCs دي بايظة؟ بدأ يحصل فيها حاجة اسمها كيرنيشن، يعني ايه كيرنيشن؟ المية اللي فيها بدأت تخرج، فالخلية فالسل او الكرة دي بدأت تكشكش. الصورة دي blood film showing RBCs and eosinophil. عرفنا منين ان هي eosinophil؟ فيها granules والgranules حمراء والنواة عاملة زي النضارة باي لوبت او horse shoe shape. blood film showing RBCs and eosinophil stained by Leishman. نفس القصة يا ولاد، granules هي دي granule leukocyte فيها granules، والnucleus بتاعتنا باي لوبت. معلومة لو حابين تقولوها للطلبة، ان انا عندي الجرانيولز دهيت، ليه بسمي جرانيولر ونان جرانيولر؟ على حسب السبيسيفيك جرانيولز، على حسب السبيسيفيك. امال ايه النان سبيسيفيك جرانيولز؟ موجودة في كل الليكوسايت، وهي عبارة عن اللايزوزومز. blood film showing RBCs and basophil stained by Leishman. عرفت منين ان دي بيزوفيل؟ انا مش شايفة النواة كويس ومليانة بيزوفيلك كورس جرانيولز. طيب الصورة دي ايه يا ولاد؟ الصورة دي blood film showing RBCs and basophil stained by Leishman. طيب النان جرانيولار ليكوسايتس، في عندنا الليمفوسايت اند مونوسايت. الليمفوسايت حجمها قريب من حجم، طبعا السمول ليمفوسايت حجمها قريب من حجم الار بي سيز. النواه واخده موست اوف سايتوبلازم، سايبه ريم قليل جدا، والنواه غامقه هيتيروكروماتيك نيوكليس. نفس القصه بلاد فيلم شوينج ار بي سيز اند ليمفوسايت ستيند باي ليشمان. ده هنا blood film showing RBCs and neutrophil، وده lymphocyte stained by Leishman. طيب هنا دي large lymphocyte. ليه حجمها اكبر من حجم ال RBCs؟ طب ليه دي مش monocyte؟ لان المونوسايت يا اولاد بتبقى kidney shaped nucleus. هنا blood film showed small lymphocyte and large lymphocyte.
لارج لينفوسايت ان هو بدأت تفتح والسيتوبلازم كتر شويه وحجمها اكبر من حجم الار بي سيز. طيب المونوسايت الخليه كبيره جدا، اكبر خليه دم بيضاء هي المونوسايت والنواه بتبقى كيدني شيبت. بلاد فيلم شوينج مونوسايت ده وار بي سي ستين باي ليشمن اهي خليه كبيره تمام. ساعات بيبان المنظر ده اللي هو فروستد جلاس ابيرنس من الايه منظر النون سبيسيفيك جرانيولز اللي هي اللايزوزومز، وده منظر الكيدني شيبد نيوكليس بتاع المونوسايت. بالتوفيق ان شاء الله يا حبايبي.